من ياسر جبران زين، وهذا يتحدث عن إصابات سطو مسلح. انطوني هذا الفيديو يا عمر، انطيني هذا الفيديو عمر واتكلم بياسر. رسالة أو مناشدة للسيد وزير الداخلية المحترم، سنة 2016 اشتكيت على ضباط متورطين دعم إصابة سطو مسلح في محافظة النجف الأشرف، وعلى ضوء الشكوى اللي طولت ما يقارب 4 سنوات انحالوا محكمة. الموضوع طويل، أنا راح اختصره وراح أعرج أو أوضح الإجراءات الأخيرة اللي صارت بسنة 2020 اللي هو انحال المحكمة بال 2018، يعني التحقيق من 2016-17 على ما أعتقد لل 2018 وانحالوا محكمة. من 2018 لل 2020 يلا وصلنا للمحكمة، يعني سنتين احنا نركض وراء المجلس، اشخاص يتاجرون بحقنا وبحق الناس ويجاملون على حسابنا. المهم وصلنا للمحكمة، مع الأسف المحكمة ما تطرقت للموضوع بشكل كامل ولا حققت وتعمقت بالتحقيق، رغم أني قدمت أدلة أنه الضباط متورطين بدعم عصابة سطو مسلح، والأدلة كلها تثبت أنه هم مشتركين وفق مواد الاشتراك اللي حددها القانون العراقي. المهم ميزت بعد ما أصدرت المحكمة حكمها بالحبس المبسط لمدة 3 أشهر، ميزت والدليل على كلامي قرار التمييز جاء بنقض قرار السيد قاضي محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة. بعد ما ميزت وإجا القرار اعترضت على اللجنة التحقيقية وتشكلت لجنة تقصي حقائق، وأدانت اللجنة التحقيقية اللي حققت بالموضوع وأوصت بنقل التحقيق إلى بغداد ونقل المحكمة إلى بغداد وإلغاء قرار محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة، وتشكلت لجنة التحقيق بغداد برئاسة ضباط مع يعني حقيقة أكفاء. من خلال التحقيق تحول الموضوع من 4 ضباط إلى 5 ضباط و6 منتسبين وانحالوا محكمة. من انحالوا محكمة الضباط وكملت الإجراءات بدور رئيس المجلس يحولها للقسم القانوني حتى يصادق على القرار. فالقسم القانوني أبدأ رأيه أنه ما عنده مشكلة بقرار الإحالة والمواد القانونية، بقت مصادقة الوزير. مصادقة الوزير راحت للوزارة والمجلس تاح ما ندري وين لحد الآن، أنا ما أدري المجلس وين، أراجع الوزارة أكثر من مرة، الوزارة يبلغوني أنه الوزير ما يداوم والمجالس والبريد يروح للبيت بالخضراء. هسه ما أعرف أنا هذا الحكي صحيح مو صحيح، بس هذا اللي يبلغوني به. فمعقولة يا سيادة الوزير مثل هيك ملفات تنام بالوزارة 6 سنين و5 سنين والمواطن يركض ورا المجلس؟ لعد وين دوركم؟ كلامك بالإعلام سيادة الوزير أول ما تسلمت الوزارة يختلف عن الواقع اللي قاعد قد به الوزارة هسه. الفيديوهات اللي 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 ظهرت لك بالبداية مخالفة للواقع اللي هسه قاعد يصير. ياسر شلونك؟ ياسر السلام عليكم. عليكم السلام، بس انطيني اسمك الكامل. ياسر علي عبد الرضا من محافظة النجف الأشرف. ياسر ياسر علي عبد الرضا من محافظة النجف الأشرف. ياسر انت ايش تشتغل؟ انا عندي مطبعة. عندك مطبعة. هذه العصابة السطو المسلح يعني تعرضوا لك إلك أنت باقوك من بيتك من محلك؟ نعم باقوك إلك؟ في البداية أنا أستاذ نجم خلي أنا أوضح لك الموضوع باختصار شديد. بالبداية أنا أشكرك لاستجابتك، مع العلم أنا ما شفت أكثر من إعلام مع الأسف ما استجابوا للموضوع. سنة 2015 صوتي واضح أستاذ نجم؟ أي سنة 2015 تعرضت سطو مسلح
الدي اتش اي دخلوا علي سحب سنتين ونص بالليل تقريبا اربعه مسلحين قاومتهم صار يعني تقريبا 20 خياط براسي طلعت من الموت الحمد لله والشكر ما بتبدا فتوجهت اخذوني للمستشفى بعد المستشفى توجهت لمكتب مكافحه الكوفه بالنجف سنه 2015 اقمت شكوى سيرون على قاضي التحقيق بعدها شفت الاجراءات هاي الاجراءات قاعد يشتغل ضدي يعني مو الصالحي الاجراءات كلها خطا بخطا بعد ما تحرفت على الاسماء قدمت الاسماء الاجراءات كلها غلط طبعا كشف ادله ورفع بصمات ما سووا وبقى الضابط يراوغ مع القاضي حتى ياخر الكشف دلائل عفوا كشف الادله الجنائيه حتى تروح البصمات وهذا الموضوع اثار الشك ادنى شنو اللي قاعد يصير فبعد ما كملت القضيه والمتهمين هربوا واحد من عندهم هرب من المفرزه القابضه يعني القوا القبض عليه وبعدها هربوه مو هرب هربوه كان اكو تعاون من عندهم حتى يهربوه للمتهم بعد ما هرب صار حكم غيابي حكم الغيابي انه ماكو بصمات ماكو اعترافات لان ما القوا القبض عليه صار حكم افراج غيابي افراج غيابي يعني ماكو لا بصمات ماكو لا يعني تحقيق مو اصولي كل احنا نعرف والساده المستمعين وكلنا احنا القابض التحقيق يعتمد على ضابط التحقيق هو اللي يجهز للشغل ويودي اياه على ضوء يبدي يتخذ اجراءات زين فهنا انا شفت الموضوع هذا هيك صعب توجهت لوزاره الداخليه مكتب الوزير اشتكيت 2016 على الضباط قلت انه انا صار علي هيجي وهاي الاجراءات مو صحيحه واكو متهم هرب واكو عدم اتخاذ اجراءات قانونيه اللي نص عليها القانون انه رفع الادله الجنائيه والبصمات وكذا وكذا هواي امور تتعلق بحرام الضابط التحقيق فتشكل مجلس التحقيق ب 2017 تقريبا 3 اشهر 4 اشهر اجى مجلس التحقيق للنجف من 2017 ل 2018 تقريبا نهايه 2018 نعم يحققون يحققون ويا العصابه لو ويا الضباط لا يحققون ويا الضباط يحققون ويا الضباط بالاخير حال المجلس على استغلال وظيفي استغلال وظيفي مع انه انا اقدم ادله تدينهم بالمواد الاشتراك لان اكو اوراق بها تحريف انت شلون تثبت شلون تثبت انه الضباط مشتركين نعم. مع العصابه نعم نعم استاذ انا طلبت من الكادر انه يكون اتصال عبر سكايب حتى اعرض الادله اللي عندي على الاعلام باختصار شنو الدليل اخوه قالوا لا عبر سكايب باختصار اكو قرارات قاضي بيها حكوا شطب تغيير اسماء حتى للدين هاي الاشخاص ثانيا اكو اعترافات من المفوضين قالوا انه احنا احد المفوضين ضرب واحد حتى يهد المتهم ويغلب هاي ثاني ثالثا ليش ما اتخذوا اجراءات من جهه الاسماء زين المجلس التحقيقي انا ما عندي وقت كثير ياسر المجلس التحقيقي بالكوفه ادان نعم. الضباط التحقيق صار في الوزاره ادان الضباط انحالوا محكمه تسمح لي اكمل لك انحالوا محكمه أيه. وصلنا للمحكمه بال 2020 مراوغات تسويف يتاجرون بحقوقنا وصلنا للمحكمه من وصلنا للمحكمه السيد القاضي قال انا ما افتح هاي الادله ما افتحها ليش؟ قال التزم بماده الحاله سياده القاضي احنا قاعد نقدم ادله الدين بالاشتراك ليش ما تفتح؟ قال لا التزم بمادة الحالة واللي هي استغلال وظيفي الحكم ورا تسع جلسات حكم عليهم بالحبس البسيط يعني انت تريد تقول التحقيق في وزارة الداخلية خلص الى انه نعم. استغلال وظيفي هاي القرار نعم تحقيق غير اصولي كما اثبتت لجنة التقصي الحقائق اللي شكلت بامر الوزير اثبتت انه التحقيق في محافظه النجف متواطئ مع الضباط زين هذا التحقيق الداخليه رفضت تحقيق الكوفه النجف نعم رفضت ذلك هذا التحقيق موصول زين التحقيق اللي صار بالوزاره وينه التحقيق
التحقيق اللي صار الوزارة. كذلك لجنة سقط الحقائق قالت في نقل التحقيق البغداد هذا التحقيق موصولي نقل التحقيق البغداد النقل بال2020 يعني أنا كل إجراء قاعد أخذ سنة يطول. أنا سنة تحت التهديدات. زين إيش قال القرار اللجنة التحقيقية بالوزارة؟ قرار اللجنة التحقيقية أدانهم بعدة مواد وحالهم للمحكمة. من حالهم للمحكمة أكو إجراءات تكون أول مرة قانونية الوزارة تصادق على هذا أو تبدي رأيها إنه هذا صحيح لو مو صحيح. القانونية أنا وضحت في الفيديو قالت إحنا ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع وهذا كله إجراء صحيح. نعم. تفضلوا يا مديري الشؤون العامة ودوا للمحكمة. هل المحكمة تتخذ بعد إجراء؟ زين. راح للشؤون رجع للوزير يكون الوزير يصادق. ظل 4 أشهر تقريبا 3 أشهر في الوزارة. قبل أسبوع أنا مصادق الوزير. نعم. مصادق الوزير على القرار. هسه يابا رجعت للشؤون يابا السلام عليكم وين المجلس؟ شو بتتودي المحكمة؟ السيد الوزير صادق على المجلس. قال لا احد المتهمين مقدم تظلم بالقانونيه رجعناه للقانونيه. زين انا شنو لعبوا بيا طابع استاذ؟ قال لي هاي السنه السادسه راح تمر. انا ماشي هذا ياسر التنبيه. ياسر انا راح ابعث نص هذا الى مكتب السيد الوزير وللدارة القانونية ونشوف شو النتيجة. دقيقة واحدة بس على السريع لانه ما عندي وقت. على السريع التقيت بالسيد وزير الداخلية بالنجف اي بال 2020 قلت له يا سياده الوزير احلفك بالامام اللي انت واقف يمه اسمعني دقيقتين. قال لي تفضل. قلت له الموضوع كذا وكذا وكذا وجه عقيد يمه اسمه عقيد علي الله يذكره بالخير. نعم. قال له تتصل بيه الثلاثاء يجي للوزاره. صار سنه انا لا شايف عقيد علي ولا رايح للوزاره واتصل عليه ما يجاوب. الرجل مره ثانيه التقيت فيه وجه فريق عماد الوكيل الوزير لشؤون الشرطه قال له تهتم بموضوعهم نروح للوزاره الفريق يحولنا على عميد مع احترامات يعني والعميد يحولنا على ملازم اول يعني قلت لهم انا اجيب يعني للضحك قلت لهم راح اصير شغلتي يما بالشاي اني ماشي انا اشكرك ياسر اشكرك يعني فريق عماد الدليمي هذه القضايا ما تنضم يعني واللي أنا أتمنى أن يتم الاهتمام بها وأنا راح أبعث لك هذا الفيديو وراح أبعث للسيد الوزير وأنا يمكن صار لي يومين ثلاثة أيضا أدق عليك يا سيادة الفريق ما أعرف أنا قدر ظروفك أيضا ما ترد علي لكن هاي القضية إذا مجلس تحقيقي وانتوا أدنتوا تحقيقات الكوفة وخلصتوا إلى هذه القضايا الظالم والمظلوم يروحون إلى المحكمة.